ومن يرقب من أبناء القبائل انطلق بحفظ الله ورعايته. الشوط الأول شوط الضباب، شوط القلس، يوم ما عندك سبوق ما تياب تاخذ الأول من الأول غصب، ما تمرح غير في شوط الضباب يوم بعد الخط الأبيض ما اخترب. هكذا مشاهدين الأعزاء هذا الشوط الأول انطلق بحفظ الله ورعايته، يحمل شعارات ويحمل أسماء قوية ورائعة للغاية، تتصدر المجموعة مباشرة على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. هذه من تقود مساري هذا الشوط شيمة، شميمة تقود مساري هذا الشوط، وسالم بن حسن بن محمد الخاطري هي على رأس حربة هذا الشوط. ولكن المركز الثاني تتواجد في الأندلس، الأندلس أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في ثاني المراكز وغيرت إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام. بينما المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم الظبي لأحمد بن سالم بن علي بن مصر صبح بن صميط، تتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت شواهين لناصر بن مصبح بن علي الشامسي على المركز الرابع. خامس المراكز تواجدت في الحذرة حسن بن عايض بن محمد بن حسين الإحبابي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. الشوط الأول شوط البودرة، شوط الانطلاقات الجميلة، تتقدم المشاركات وتقودهم بجدارة. حملة رقم 11 هذه شيمة، بقول شيمة تتقدم المشاركات. يا سلام يا سلام يا سلام. سالم بن حسن بن محمد الخاطري يقود شيمة في هذا المسار، يقود شيمة في هذا الانطلاق وهي تتصدر المجموعة، بل تنفرد عن المشاركات، تندفع بالمركز الأول في مسافة 2 كيلومتر. بينما هناك مصورنا ياخذ لغطة للمركز الثاني، ساير شوية علي ناخذ المركز الثاني، نشوف التحرك من المركز الثاني. وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية، الشاهينية عبيد بن سلطان بن علي الكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللحظات الأخيرة، الله 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 الله. شوف الانطلاق من شيمة مشاهدينا، ولا شميمة، شميمة اللي تنطلق بالمركز الأول. شميمة خلاص أعلنت الفوز في هذا الشوط. أشكرك يا الخاطري، أشكرك أشكرك يا الخاطري على هذا الفوز وهذا الانطلاق. لحظات الوصول إلى خط النهاية، هذه مشاهدين الأعزاء اللي انتزعت ناموس هذا الشوط بجدار شيمة سالم بن حسن بن محمد الخاطري. بينما المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية عبيد بن سلطان بن عبيد الكتبي، والمركز الثالث 13. رقم 13 اللي هي الأندلس لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا كانت مشاهدينا الأعزاء اللي هي شميمية، بعد التأكد شميمية اللي انتزعت ناموس هذا الشوط. سالم بن حسن الخاطري قطعت المسافة في 2:56 2:56 توقيتها الممتاز والرائع والجميل في هذا الصباح. أشكرك واستاهل الناموس.